صعب هذه ولا ما انا ما ادري لا لا كان بالاخير لا خلي هذه سر بيننا احنا محتوانا كده ها؟ اي نعم والله يا خلاص لا تجي طبعا هذه العقبة سمها عقبة الحقو الله 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 عادل تعال هنا شوف تعال ارقى معي فوق تعال ارقى معي فوق تعال تخاف انا قاعد لا وانا خايف تخاف لا خاف شاء الله عندي والله جو ان شاء الله لا والله محمد علي ايش فيك كأنك خايف لا ما انت بخايف والله الفحمة تصلية الله 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 ان شاء الله حين هذه بيوت مسكونة يا أخوي إبراهيم ولا مسكونة إن شاء الله طبعا الارتفاع اللي جينا من أعلى قمة هنا جينا وكله نزول هذا البيوت مسكونة يعني يبي لك تقريبا ساعة نزول من على قمة لين تحت وين جينا من هذا المبنى اللي فوق احنا نزلنا ما شاء الله تبارك الله في كل مكان خضرة ها؟ تلمي ولا لمي؟ ان شاء الله أخيرا نزلنا من تحت من فوق إلى تحت عدل؟ بقارة محمد علي وين البقارة؟ يعني انت تركت كل الجمال هالغابة والخضار ما دققت الا على فقرة انت بت علي انا ما انتبهت الا ما انتبهت الا على حق البقرة تركت كل هالخضرة وهالجمال بس مستغرب شلون تعيش انا بالجيب شلون تعيش وانت بيه تعيش يعني وانت بيه تعيش البقرة ها تبي تعيش كذا تحت مكيف فحوش تعيش هنا ما شاء الله على الأجواء الطبيعية ما شاء الله تبارك الله صوت الطبيعة ما شاء الله تبارك الله أجواء والأرواح ما شاء الله يلا جيتك عادل
والله. كمل نومك كمل نومك. والله يا جماعة الخير إن أنا نايم والله. أحد في هالطبيعة في هالأجواء الطيبة ينام عادل. عدل كأنك خايف يعني زي تبارك الله. ايش هالجمال يا الله. والله الكاميرا ظالم المكان فوق ما تتخيلون. ان شاء الله باذن الله راح نطلع من هنا على الدرج مشي كذا فوق داخل الغابه باذن الله. ترى في نمور وغلاتك. شايف واحد مصور دخل الكهف يقول اذا دخلت وداخل الكهف لا تنادون بصوت عالي. قالوا له ليش؟ والله تكلم جد. اصبر. قالوا له ليه؟ قال اذا ناديته في الكهف بصوت عالي النمور تطلع منكم من فوق الاجبال قسما بالله. اي والله العظيم والله اني شفته في سناب واحد والله قسما بالله حلفتني بالله يعني بندخل لازم سكيتي. الله تبارك الله. نزلنا نمشي على رجولنا المكان هنا فيه يقولون شلال وفي كذا شيء جميل. ان شاء الله ان شاء الله. يلا عاد يلا يا جماعه سامي ابو معاك. ان شاء الله ترجوني ما وصلت الشلال. شو ان شاء الله ترجولك يبا وين ما يصير شلال شلال نوصل بنوصل بنوصل نبك احد يفوت هالمنظر تتمشي فيه. ان شاء الله. الشبوس اللي طاح كبوس بدويش يا الله. صدق ترى الطريق من فوق. لا لا تعال 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 في 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 طريق تعال تعال في طريق الله يستر بس تعال تعال في طريق تعال في طريق على فوق تعال. يا الله عفوك. اقول لك ما بعرف يرقى سامي ما بعرف يرقى ما يرقى يرقى فوق فوق يرقى هنا فوق. يلا يلا والله حركة على طول انتبهوا. اي والله انتبهوا لخطواتكم. ان شاء الله. ان شاء الله ماشي كذا على هالطبيعه ويلي. اوه ابلها ابلها رياضه والله. ان شاء الله. اوه بدويش ماشي الواضح.
زي التنفس الحين. يما عليك والله تعب. شوف على الراك الجو بارد. ها الجو بارد. اسمع الصعود ونمشي الخطاف هذي. يلا يلا قربنا 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 حبيبي. يلا امشي امشي. اوه قلنا نطلع هناك الشباب. شوف شل ماشي يا ابو دويش. معلومة والله ما يلام. اذا تعبت ريح. ها يلا قربنا ما بقي له شيء بسيط. يا ربي على هالاجواء الطيبه. اوه جو جو قسما بالله روعه. يا الله يلا عادل يلا تجي تجي يلا تجي تجي يلا تجي. يلا اصعد هات يدك بس. يلا عادل ايش فيك؟ عادل عادل يا جماعه. يلا يلا بسم الله. دقيقه دقيقه عادل عادل من الجهه رجلك ايوه حطها هنا. جب جب يدك جب يدك جب يدك ايوه كفو كفو يا عادل كفو. يلا 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 كأنك بنشرت في الطلعة. على كيفك تغير الطريق. الله بندخل كهف الآن ما شاء الله. الله 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 هذا تم حفره 8 سنوات عشان يطلعون الماء ما شاء الله. هذا شغل أول الأوليين. تركها تركها الزجرة. مويا؟ أقول من المصدر إلى المستهلك. كم هذا استغرق الحفر؟ أكثر من 3 سنوات. ما شاء الله عشان بس يطلعون هالماء. كل الكهف ذو محفور. بخليك تشرب. راح راح. خاطري أصور شلالات. ما شاء الله. اللي بيقول الشلالات تالي ولا مين؟ هذا كله طبعا حفر حفر الصخور هذه كلها انا صح عشان يطلع المويه. ان شاء الله. شلون المويه بدويش؟ لذيذ لذيذ. يلا عادي. يلا نمشي اللي قوه. الله يعزك. شوف محمد علي. ها والله مويه. محمد علي ان شاء الله تبارك الله. ان شاء الله عاد دولة. ان شاء الله ان شاء الله تبارك الله. اوف لو كم النوم يا يا عليك عادل. أحد يفوت هالمنظر. يا الله يا الله ما شاء الله. والله طبيعة يا الربع طبيعة طبيعة. ساكت طريقة حي. ايه تركل بس بشويش. ما شاء الله انتبه للطيح. ما عليك ما عليك. شو 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 بب بب. تركل تركل تركل. يلا يلا لقينا. شو عندهم يا سامي؟ قابل الطيب بلا لصاب الحصان. وذا الشاي جميل. شلون؟ كل الجمال يا رجل كل الرجال. يا بشاعة. الكرم ما لقينا. شو عندهم يا سامي؟ قابل الطيب بلا لصاب الحصان. وذا الشاي جميل. شلون؟ كل الجمال يا رجل كل الرجال. يا بشاعة. الكرم ما لقينا. شو عندهم يا سامي؟ قابل الطيب بلا. وده وده خلب ها؟ باقي ما شفت شيء. وص تعال ها هذا اللي لقيت منه. والله انا افكر بس عندي في نص مجانين طلع حتى عندي عدوى عدوى. ينظف عدوى عدوى عدوى. معلش سامحه سامحه يوسف يوسف اسمع يا شباب سامحه 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 سامحه. لا حول ايش ايش مرتضى عمري حالة استثنائية بس بدون ما يدرون. ايه دجاج زجران لا يدري. هذا ايش هذا ايش؟ اللي تبي في دجاج هناك. هذا دجاج خطه. هذا دجاج ايوه. تعال 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 يمكن جوع بنص الطريق. شوف لا لا بس واحدة بس واحدة خلاص. يلا تحت ترى بننزل يلا يلا عافية.